فاتح ماي هذه السنة جاء بطعم خاص لأنه جاء بعد الاتفاق الثلاثي الذي وقع مع النقابات من قبل الحكومة مع النقابات ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو اتفاق مهم، اتفاق تاريخي، لأنه غادي يساهم في المراحل المقبلة باش يكون واحد نوع من السلم الاجتماعي ويدعم شوية طب القدرة الشرائية ديال عدد من الموظفين بالخصوص، ولكن أيضا عدد من الشغيل الآخرين. بطبيعة الحال هذا الاتفاق ليس نهاية الحوار الاجتماعي، وإنما هو مرحلة من مراحل الحوار الاجتماعي نستمر فيه إن شاء الله، وغادي نشوفوا مختلف القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة باش نحاول نوصل فيها إلى اتفاقات. البعض يقول أن الاتفاق كان أقل من الاتفاق السابق. أي اتفاق ممكنش يكون في مستوى جميع الانتظارات لا ديالنا ولا ديال العمال. طبيعي دائما هناك مطالب جديدة ودائما هناك انتظارات، وحنا إن شاء الله نشوف هذه الانتظارات ونوفيو لها في المستقبل بإذن الله. السنة الماضية شهدت حوارات ماراثونية مع الحكومة المغربية، استطعنا في الأخير أن نوقع اتفاق يوم 25 أبريل. هذا الاتفاق اللي حقق مجموعة ديال المكتسبات الأجراء المغاربة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، في إطار الزيادات في الأجور أو في إطار الزيادات في التعويضات العائلية أو في تحسين شروط الترقية بالنسبة لبعض الفئات. ولكن في نفس الوقت كنقولوا بأن توقيع الاتفاق لا يعني نهاية المطالب ولا يعني نهاية الحوار ولا يعني نهاية النضال. أكيد أنه في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة لابد أن هناك مجموعة من المطالب لازلنا سنطالب بتحقيقها. لا يمكن للحوار المركزي أن يكون ناجحا فقط بالتوقيع، وإنما لابد أن يكون هناك عمل على مستوى مجموعة من القطاعات. الاتفاق اللي وقعناه في 25 أبريل يعتبر رسالة مهمة للمواطنين المغاربة أننا قادرين كمغاربة سواء نقابات أو حكومة أو ممثلين ديال المشغلين قادرين على أننا حتى ولو كانت بيننا اختلافات أن نجلس على مائدة الحوار وأن نخرج باتفاق متوافق عليه نتفق عليه جميعا، وهذا في مصلحة بلادنا